مساء الخير لك ميشيل، مساء الخير لكم كلكم، مساء الخير اللي عم يشوفونا، مساء النور. انت وعم بتقول مقدمتك هلا ذكرني باحلى فتره للفن اللبناني، ايام عاصي ومنصور وزكي نصير ونصري، كل هودي العمال الكبار. نفس الشيء مثل اليوم، لشو كسرتني السياره وحرقتني بالسيجاره؟ شو هذا؟ ايه غيره. معلوم معلوم. شوفوا نحن وين صرنا. كانت الوحده بدها صوت عريض تتغني، هلا بدها شفاف عراض تتغني. بس وين القصه؟ كان بدها لحن طويل، صار بدها فستان قصير. ليكوا بيقولوا لك الجمهور هيك بده. لا حبيبي، الجمهور مش هيك بده. ولك الجمهور ما بحب يسمع لك بحبك يا حمار. يا خي انتوا اللي بتحبوا الحمار، حبوا وحدك، شو بدك فينا؟ كل شيء بيقولوا لك هذا تجدد وتطور. لا فيكم تقولوا لي ليش بعدهم سياسيين من 30 40 سنه عنا؟ انا عندي حل. من فتره طلعوا قانون ممنوع ندخل سيارات على لبنان تاريخ صنعها بيعود قبل 6 سنين. انا بدي اعتبر هالسياسيين سيارات يا عيني، وطبق عليهم القانون. حلو. وقول حلو. ممنوع ولا واحد يفوت على المجلس اذا كان تاريخ نيابته اكثر من 6 سنين. 100%. شو رايكم؟ شكرا. شكرا. تصبحوا على فن، وعلى فن اصيل. شكرا. يا هلا.